الله يطول بعمره لفنانة الكبير وديع شراف اللي هو أرز من أرزات لبنان، وفعلا كل ما نشوفه قدام نحس أنه لازم ناخد منه هالمحبة يلي بيوزعها على الآخرين وين ما كان، وهال نعم هالحضانة بتحس بيحضن الآخرين يلي معه. بنشوف ولاده نفس الشيء يعني عايشين بهالأبوة، يعني نحسدهم على فعلا. هيدا قيمته استاذ وديع. امبارح كان هالحفل التكريمي، كيف كانت اجواء التحضيرات واجواء الكواليس؟ انا شوي بالتحضيرات بكون شوي قاسي، يعني قاسي بمعنى انه في وديع صافي بكل شغلي انا كنت في مسؤوليه، في مسؤوليه كبيره، في مسؤوليه تقبل ظهريه. امبارح تظهرت يعني الاوركسترا شافت امبارح انه هالتشدد اللي كان وهلا انه وهذا الشغل لقى نتيجه. لا هي نتيجته، شافوها انه شافوها بالناس، شافوها بال يعني اللي تمرنني ظهر امبارح. يعني بين انه الشغل كان شغل، مش كان في 12 بروفا تقريبا، وفي بين استاذ وديع يعني في 6 قطع استاذ وديع وفي 7 قطع موسيقى. يعني جربنا عملنا توازن بين الموسيقى وبين اللي عم بيغني الكورال. وانا هون بدي اذكر انه حضرتك قمت بزياره للاستاذ وديع الصافي قبل ما صحيح توصلوا لهالحفل التكريمي اللي صار امبارح. رحت انا واستاذ حنا العميل اللي هو نائب الرئيس، رئيس بالانابه، واخذنا بخاطر استاذ وديع واستاذناه مثل ما عم بقول لك، وكان لقاء رائع صراحه. بس وحش، نحن متابعين حديثنا معك، ولكن هلا حان الوقت ننتقل لعند زميلتنا اليز. يعني انا ما في الا اقول كلمه واحده اذا بيسمح لي مسيو حاج، نيه لك على زيارتك للكبير وديع الصافي. من الاجواء